الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العلي العظيم. جماد، نبات، حيوان، إنسان، ثم ماذا؟ الجماد مثل الجدار، مثل الماء، النبات مثل الأشجار، الحيوان كالفرس، الإنسان هذا وذاك. من عجائب خلقة الإنسان أن كل إنسان يمر في مراحل خلقته بهذه الأجناس والأنواع الأربعة. يعني هذه مراحل خلقة الإنسان. الإنسان كل إنسان يكون جمادا، ثم يصير نباتا، ثم يصبح حيوانا، ثم ينتقل إلى مرحلة البشرية. كل إنسان في يوم من الأيام كان منيا، المني جماد، الفرق بين الجماد والنبات أن الجماد لا ينمو والنبات ينمو، المني ينمو لا. ففي يوم من الأيام كل إنسان كان جمادا، ثم بعد ذلك انتقل إلى مرحلة النباتية عندما أصبح نطفة ملقحة،
النطفة الملقحة تنمو، فلها خصائص النبات. يعني جسم نامي، فانتقل الإنسان من مرحلة الجمادية إلى مرحلة النباتية، يبدأ ينمو، ولكنه ليس حيوانا. الفرق بين النبات والحيوان أن النبات ينمو ولكن ليس له إحساس، والحيوان ينمو وله إحساس. جسم نامي كما يقول المناطقة، جسم نامي حساس، الإنسان الحيوان هذا. ينتقل الإنسان من مرحلة النباتية عندما يكون في عالم الأرحام، ينتقل إلى مرحلة تالية، مرحلة الحيوانية، عندما يولد. عندما يولد يبدأ بإحساس، يبدأ بإحساس الألم، بإحساس التعب، بإحساس الراحة، هذه الأحاسيس يشترك مع الحيوانات في أحاسيسها، في وجود إحساس. أو لعله قبل الولادة يكون هكذا، ولكن هل هو بشر؟ هل هو في مرحلة البشرية؟ الجواب لا. الفرق بين الإنسان وسائر الحيوانات في العقل، وواضح أن الطفل في بدو ولادته لا عقل له. ثم بعد ذلك ينتقل، عندما يحصل على العقل ينتقل إلى مرحلة البشرية. فكل إنسان سبحان الله ينتقل من هذه المرحلة إلى مرحلة تالية، ومن التالي إلى التالي، يمر عبر هذه المراحل. هذه المراحل الأربعة مررنا نحن عليها، ولكن ما هي المرحلة التالية لنا؟ المرحلة التالية لمرحلة البشرية هي المرحلة الأهم في حياة الإنسان، لا بل هي المرحلة التي بها يكون البشر إنسانا. هذه المرحلة التي بدونها لا قيمة للإنسان أبدا، بل بدونها، بدون هذه المرحلة الإنسان يكون أسوأ من الحيوانات، أسوأ من الوحوش والأنعام، أضل من الأنعام حسب تعبير القرآن الكريم، أولئك كالأنعام بل هم أضل. في آية قرآنية أخرى، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ما هي هذه المرحلة التي بها يكون البشر إنسانا؟ هي مرحلة النورانية. سم هذه المرحلة بمرحلة الانتقال من الظلمة إلى النور، والتعبير الأدق من الظلمات إلى النور. بهذه المرحلة يكون البشر إنسانا، يصبح ذا قيمة. الانتقال من كل مرحلة من المراحل السابقة والآتية إلى المرحلة التالية، هذا لا يكون إلا بقدرة من الله سبحانه وتعالى، شيء صعب للغاية. انتقال، عفوا، نقل شخص من مرحلة إلى مرحلة تالية، هذا فيه من الصعوبات ما لا يتمكن منها أحد من البشر إلا بقدرة من الله عز وجل. يعني تريد أن تنقل جمادا إلى نبات، تعلمون ماذا يعني ذلك؟ الجماد جسم
بشرط لا، يعني جسم بشرط لا نمو، والنبات جسم بشرط شيء يعني بشرط النمو، شيء تنقله من حالة بشرط لا إلى حالة بشرط شيء، هذا شيء غاية الصعوبة، فيه غاية الصعوبة، ليس سهلا تنقل شيئا من ماهية إلى ماهية منافية لتلك الماهية كليا. القضية ليست سهلة، القضية ليست حديد ويجمعه الإنسان بشكل معين يعطيه صورة معينة، القضية نقل شيء من ماهية إلى ماهية مخالفة لتلك الماهية. هكذا بل لعله الأصعب نقل شيء من حالة من مرحلة النباتية إلى مرحلة الحيوانية، نبات يصبح حيوانا، والأصعب من ذلك نقل شيء من حالة الحيوانية إلى حالة البشرية، حيوان يتبدل إلى بشر. القضية ليست سهلة. ولكن الأصعب من كل ذلك أن تنقل شيئا من البشرية الظلماء إلى الإنسانية النورانية، هذا غاية غاية الصعوبة. تعلمون يعني ماذا؟ البشرية الظلماء تعلمون يعني ماذا؟ الذي يعبر القرآن الكريم عنه بالظلمات، تعلمون يعني ماذا؟ لعل الصورة البدوية في ذهن الإنسان من الظلمات هذه الظلمة المادية، أبداً. الذي غارق هو غارق في الظلمات، لو جئت بكل مصابيح العالم لما تمكنت أن تضيء حياته، لو جئت بكل الشموس التي خلقها الله سبحانه وتعالى لما تمكنت أن تضيء قلبه. ظلمات هذه ليست قضية ظلمة مادية أضيء مصباحا وبذلك أدخل النور إلى قلبه، أبدا. هذه الظلمات، غرق في عالم الظلمات. لعل الإنسان إذا تأمل قليلا وراجع الروايات الشريفة التي تتحدث عن البشر الذي يعيش في الظلمات، يتمكن الإنسان أن يعرف عمق القضية، عمق المأساة. فهذا الشخص الذي لا تخرجه شموس العالم من هذه الحالة، تريد أن تدخله، تخرجه من هذه الحالة وأن تدخله في النور. تعلمون كم هذا هو صعب؟ من الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور؟ هذه العملية الصعبة، قمة الصعوبات، من الذي يفعلها؟ لا يفعل ذلك إلا من المخلوقات، إلا شخص اسمه الشريف محمد بن عبد الله. في بداية سورة إبراهيم، وللعلم سورة إبراهيم هي السورة 14، ولهذا العدد ميزة، والميزة واضحة عندنا. طبعا بين قوسين أقول خارجا عن حديثنا، الآية 14 من السورة 14 هي آية مرتبطة بالرابع عشر من المعصومين، مولانا وسيدنا صاحب الأمر الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. راجعوها، حديثنا ليس عن تلك الآية المباركة. في بداية سورة إبراهيم الله عز وجل ماذا يقول؟
يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. لتخرج أنت يا رسول الذي من المخلوقات الذي يخرج الناس، الناس بهذا الحجم من الكلمة، هذه الكلمة الواردة في الآية المباركة، الذي يخرج الناس ليس من ظلمة وظلمتين، من الظلمات، الجمع المضاء الجمع المحلى بأل يدل على العموم، من الظلمات إلى النور، ليس إلا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. تعلمون ماذا يعني ذلك؟ يعني معجزة كبيرة من أعاظم المعاجز. هذه المعجزة ليست أقل من معجزة إحياء الموتى، هذه المعجزة ليست أقل من معجزة تبديل عصا إلى ثعبان، ليست أقل من معجزة مشي على النار. هذه المعاجز التي كانت للرسل السابقين على نبينا وآله وعليهم الصلاة والسلام، بل هي أعظم وأعظم بكثير من تلك المعاجز. تريد أن تخرج شخصا واحدا من الظلمات إلى النور، لا تتمكن، القضية ليست بيدي وبيدك، لا يتمكن منها أحد. ولذا الآيات القرآنية تنسب ذلك إلى الله عز وجل، الله يخرج الناس من الظلمات إلى النور. ولكن هنا يقول رسول الله هو الذي يخرج الناس، لا يخرج فئة، كل من يخرج من عالم الظلمات إلى عالم النور، ليس ذلك إلا بنظرة، بلطف خاص من رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه المعجزة الكبيرة العظيمة، التي نرجو أن تكون قد شملتنا، هذه المعجزة التي هناك آيات قرآنية أخرى أيضا تبينها، هذه المعجزة التي بدونها لا يدخل أحد إلى الجنة، بدونها لا يعتق أحد من النار. الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها الرائعة النارية تقول: وكنتم على شفا حفرة من النار، إلى أن تقول: فأنقذكم الله تبارك وتعالى بمحمد. ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذه الحياة، فمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. الحياة ليست تلك الحياة الظاهرية، شخص يمشي على الأرض يتنفس يتكلم، هذه ليست حياته. الحياة هذه الحياة، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذه الحياة إعطاؤها أصعب بكثير وكثير من أنك تحيي ميتا عاديا. طبعا ذلك كان لرسول الله ولأهل بيته عليهم الصلاة والسلام أيضا، ولكن هذا أيضا كان لرسول الله، وهذا أعظم من ذاك. وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو لأمير المؤمنين، وما كان لأمير المؤمنين فهو للإمامين الحسن والحسين،
وما كان لأحد من المعصومين 14 فهو لجميعهم. من يخرج الناس من الظلمات إلى النور؟ الله. لماذا هذه الآية تقول رسول الله يخرج الناس من الظلمات إلى النور؟ يعني ماذا؟ ماذا يعني هذا الربط بين الآيتين؟ يعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو يد الله. وتعلمون أنتم المؤمنون أن من أسماء ومن أوصاف مولانا وسيدنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام اسم ووصف يد الله. الله عز وجل ليست له يد جسمانية، ولكن الله عز وجل فعال لما يشاء. كيف يفعل ما يشاء؟ بأية واسطة؟ بواسطة رسول الله، بواسطة أمير المؤمنين، بواسطة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. قرأت لكم قبل لعله أسبوع أو أسبوعين بعض المقاطع من قصيدة وليد الكعبة، لذلك العالم الشاعر في مقطع منه يقول سبق لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يقول سبق الكون جميعا في الوجود وطوى عالم غيب وشهود، كل ما في الكون من يمنى حجود، إذ هو الكائن لله يدا ويد الله مدر الأنعم. الأنعم من أين؟ كل ما في الكون من أين؟ من الله، وهذا يد الله. حتى نعرف جانبا من كلمة المنة، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسه. من الله على المؤمنين، ليس أنعم الله على المؤمنين، والمنة هي النعمة العظمى. وتعلمون هذه الكلمة بالنسبة للبشر العاديين ما استعملت إلا في أعظم النعم، إلا في نعمة رسول الله صلى الله عليه وآله. لقد من الله على المؤمنين بدايتهم صلوات الله عليهم، وفي نعمة خاتمهم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. الإمام صاحب الأمر أرواح العالمين فداه. هذه المنة، هذه أو جانب منها. هذا في زيارة الجامعة الكبيرة تقرؤون وقرأتم وبكم أخرجنا الله من الذل إلى أن نقول وأنقذنا من شفا جرف الهلكات ومن النار. بكم إخواني، كلمة أقولها بسرعة وكلمة تحتاج إلى تفصيل، يلزم أن يكون في الشيء الذي يخلقه الإنسان الحكيم، الإنسان الحكيم، فكيف بالمولى الحكيم عز وجل؟ يلزم أن يكون مناسبة تناسق شخص يأتي بشيء وسخ قذر يجعله في صالة نظيفة معطرة، هذا من الحكمة؟ هذا خلاف الحكمة. هذا الشيء الذي فيه رائحة كريهة متعفن لا يجعل في مكان طاهر نظيف فيه عطر. إخواني، الجنة محل النور، الجنة محل العطر. لا يمكن أن يدخل إلى الجنة ظلمة.
الذي قلبه مليء بالظلمات لا يمكن أن يدخل إلى الجنة، الذي قلبه مليء بالنور لا يتناسب مع النار، النار محل الظلمة، نار جهنم نار مظلمة بروايات كثيرة، ليس مكان النار شيء فيه نور، نار مظلمة، وليس في الجنة مجال لشخص لا نور في قلبه، لا تناسب بين الأمرين، خلاف الحكمة، لا يدخل إلا من كان في قلبه نور محمد وآل محمد. ونور حب محمد وآل محمد. ونور ولاية محمد وآل محمد. في دعاء نقرأ: الحمد لله الذي خلقني بشرا سويا، ومن علي بالإسلام ورضيه لي دينا. بشرا سويا إلى أن من علي بالإسلام ورضيه لي دينا. متى رضي الله سبحانه وتعالى بالإسلام دينا؟ في اليوم الذي رفع رسول الله صلى الله عليه وآله يد أمير المؤمنين وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. عند ذلك نزلت: ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا رسول الله، وهذه قيمة بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله، وها نحن متنعمون بهذه النعمة التي هي منة من الله سبحانه وتعالى علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات رسول الله، ببركات أهل بيته عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم بحقهم لا تخرجنا من النور إلى الظلمات، اللهم بحقهم زد في قلوبنا حبهم، اللهم بحقهم وفقنا في الدنيا لخدمتهم، ووفقنا في الدنيا لاتباعهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم، وارزقنا في الدنيا والبرزخ والقيامة والجنة شفاعتهم، وارزقنا في الجنة جوارهم، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. الله أكبر الله أكبر.